السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، أهلا بكم. متابعة حية للقصف الصاروخي على المنطقة الخضراء، والعمليات المشتركة تدلي بأول تعليق. أدلت العمليات المشتركة بأول تصريح بعد سقوط صاروخي كاتيوشا وسط بغداد، وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في مقابلة متلفزة تابعتها بغداد اليوم أن الصواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء ولم تحدث أي إصابات، وانطلاقها كان من اتجاه منطقة الكرادة وسط بغداد. وحصلت بغداد اليوم على صور تبين الأضرار التي أحدثها القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء داخل كراج جهاز الأمن الوطني. وقال مصدر أمني إن القصف تسبب باحتراق وإحداث أضرار بست عجلات داخل الكراج. وأصدرت خلية الإعلام الأمني اليوم الاثنين بيانا بشأن قصف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. وقالت الخلية في بيان إن صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء من دون وقوع إصابات، والمتابعة مستمرة من قبل القوات الأمنية. وكان مصدر أمني أفاد اليوم الاثنين باستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بصاروخ كاتيوشا. وقال المصدر إن صاروخ كاتيوشا سقط على المنطقة الخضراء قرب جسر السجود، وأضاف إن صافرات الإنذار انطلقت من داخل السفارة الأمريكية بعد سقوط الصاروخين دون مزيد من التفاصيل. ربنا يستر على أهلنا في العراق، وسنوافيكم بجميع الأخبار أولا بأول. فقط فعلوا زر التنبيهات حتى يصلكم.